اهلا بيكم في رابع حلقات كازينو والالعاب. الحلقه يا جماعه اللي بتنتظروها كل خميس باتقل ضيوف في الدنيا معانا ومنورنا النهارده زيزو وبازوكا. فين انت سفات انا سقفوا يا ابني. الله الله الجمهور بره اهو. ايه ايوه اعلى بالتسيف يا خلاص يا بنبيع فريسكا. بيقال يا كابتن ان انا ما كسبتش ولا جيم في الحاجات دي. سم لك بالله انا ما اعرف اللعبه دي ايه على الاطلاق. انا عايز اعمل كده بس. عايز تجرب؟ والله انا بفكر بصراحه. جرب انت كده مروان شوف تعرف تدوس ولا لا. اهو بدوس اهو. اللعبه باختصار يا عم بازوكا ويا عم زيزو الفوره من 10. في فقرات تانية بس حاجة. خلاص طب يلا بينا موضوع سهل. يعني الموضوع ملوش علاقه بالكره؟ لا ملوش علاقه بالكره. طبعا الاعداد ما وصليش المعلومه بالشكل المطلوب. طبعا فبضطر استاذن يا قول لهم يا زيزو يعملوا لايك وشير وسبسكرايب. لو سمحتوا بعد اذنكم الكل يعمل لايك وشير وسبسكرايب حالا لسبب عشان هقصوا على الاثنين دول. هنشوف كله هيبان. يعني احنا مع بعض اهو. مع بعض هيقصوا على الاثنين بعض. واللي عايز يتابع زيزو او بازوكا كل لينكاتهم في الديسكربشن. خشوا تابعوهم يا جماعه. الناس جامده جدا جدا وهنتفرج عليهم دلوقتي في رابع حلقات كازينو الالعاب. وصلنا الحلقه دي ل 50 70 80 ما نقولش لا لايكات ويلا بينا نخش على الحلقه. طبعا يعني انتوا وجودكم مع شخص مهم في هذا المكان يستوجب شيء مهم. انه في وجودكم في انتوا الاثنين بالتحديد حضرتك وحضرته في وجود استاذ زيزو كل واحد ياخد فيكم نقطه هديه مني ليكم لان الراجل ده كتالوني زيه. فاستاذ نبيل ريال مدريد. حلو يبقى زيزو هياخد نقطه. انا مع مدريد. هنبتدي الجيم بنقطه. ايه ده مروان هياخد نقطه. بازوكا ماينس على كلمتين. يا عم انا مش هجيب صفر. انا عايز ماينس. والله العظيم خليه صفر زي ما هو. تحيا بكاري سليم. خليه صفر زي ما هو. احنا اولاد عم على فكره. ايوه ما تعرفوش والله. احمر وابيض. ايه بديك نقطه من عندي استغلها. لازم تقول له انت برشلوني. لازم تقول له كده. انا دي الامانه. مدريد يقول لك امانه. انا رأفة تمرين خلاص. كل هنبتدي الجيم كل واحد مع نقطه. ركز معايا من نبيل. ركز معاك. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلمات المعكوسه يا فتاح عليم يا رزاق كليم. اللهم امين. بس دي بتعمل كده وتفكر وتدوس. انا ايدك يا استاذ زيزو. ايوه ايوه ايدك على البتاع جنبه. ايدك جنبه. ايدك جنبه. انت متوتر ليه؟ ايدك جنبه. طب ما انا بعيد. بص استاذ مروان ايدك الشمال بعد اذنك. استاذ ايدك الشمال بالظبط. ايدك جنب الماء الجرس. بس هقول الكلمه اللي يعرف يدوس. ميم الف ه جيم نون ت واو نون. لا ثانيه ما احنا لازم نكتب. ثانيه ما حدش يخبط. ايه اللي ايه ده؟ مره حرف ده ممكن السؤال مره ثانيه. لا هي صعبه فركز معايا. ماشي نوجه توبه. ميم الف ه جيم نون ت واو نون. نوتنجهام. هو اللي داس الاول. انا اللي دوسته. طيب احنا في وقت ولا براحتك؟ معاك خمس ثواني. خمس ثواني ايه؟ واحد. نوتنجهام. صح ادي له نقطه. والله انت اللي دوست. حاسس ان انا حرامي والله العظيم. انا كنت وانت كنت هتقول انت بتغفلنا. انا اصلا مش عارف ده ايه. انا كنت اقول مقبول. انا دوست قلت نوتنجهام. طيب ايوه ما هي كده. لا ايوه انت الاول. انا دوست. انا بدوست. انا بتميز بالسرعات. وانت ما دوستش. انا دوست والله. انا اللي دايس. انا شايف هو الاول. طب انا قلت نوتنجهام. حتى انا دوست قلت نوتنجهام. اتكلم بس 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 ثانيه بس. هنرجع بس للفار. بص بص عيدها لنا كده محمد. انا حطيت صباعي الصغير. حط بس اهي دبل سلو موشن. طب بس لا يا عم لا طب حتى لو دوسنا مع بعض انا قلت الاول. طب انا قلت الاول. خلاص بقت بتاعتي يا كابتن. ماشي ماشي انا موافق. ماشي ماشي بالاونطه يا محمد علي. ماشي ماشي. الحاجه اللي جايه دي اكله انا هوصفها وانت تخمن هي ايه. ماشي ده السؤال ليا انا؟ لا ده للكل. بس انا بسالك عشان انا عارف انا بكلم مين فركز معايا. انا بتاع اكل. بالظبط. هي اكله حلوه مش حلوه يعني مسكره. اوكي مدوره. تتحط في عسل او سكر او شوكولاته. حط في عسل او سكر او شوكولاته. فطيره. اربعه. فطير. خمسه ماينس. يس لبست واحد. ده ده اسمه على فكره. ايه اللي عارف ايه؟ لو عارف حاجه مدوره تاني دوس. حاجه مدوره مكوره. كور صغنططه. تتحط في ايه؟ في سكر او عسل بتاع. زلابيا يا ابن اللعيبه. يا ابن اللعيبه. بس الفطير مش بيتحط في العسل المفروض. هو الفطير بيتعمل مدور. الملفوف. لا 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 بعدين. انا بضيع وقت. سبت الحكم. صحيح سبت الحكم. صحيح. ماشي انت اكبر من ان انت ترد على ما تبصليش. ما تقعدش تبصلي. وكل ما جاوب غلط تعمل لي. انا بتاع ديزرت. انا اتسرقت خلي بالك. وانا ماينس. ده انا بتاعت جامد بقى ولا ايه؟
اوعدك لو شطحت هديك حمد. ايوه ده خد نقطه كده ومعاه اتنين يعني ثلاثه، ده الجيم بيخلص. طب انا عندي سؤال، افرض انا عايز اوجب مع مروان ومثلا جالي بوينتس كتير وعايز اديله من عندي، بيبقى ان احنا يا عم انت فاتح جمعيه ده هناك ده هناك ده بس هناك بقى. كويس انك عرفتني زي الحكم. اتفضل انا شايفك مستهين والله العظيم. بطاقه صفراء تسكت ال ادخل كلمه بنات في اغنيه مشهوره. انا والبنات يا رب الحكايات يا والله. ايه ده صار زعت ثاني واحده بس زعت في الاغنيه دي معلش. ايوه اديله 3 بونت اديله 3 بونت. مش عارفها في العالم غير انا وعصام كريكه. انا عارفها عصام كريكه نفسه مش عارفها. ايوه هو قال لي بس ما غناهاش. صحيح صحيح. لا صحيح نقطه صحيح. اه يا باشا نقطه صحيح. انا مش عارف جبتها منين. الافيه القادم هيبقى من فيلم ايه؟ مصاحب علي علوكة واشرف توخة. اتفضل يا استاذ بازوكا. اتفضل قول. لا لا اتفضل قول. قول واحد ثواني اثنين لا 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 ثلاثة. مش هو اللي يعد. سوري معلش بعد اذنك. بعد اذنك بعد اذنك بعد اذنك. مصاحب علي علوكة واشرف كوخة عايزين اطلع ايه طيار؟ ده الليمبي ماينس. طب انا دوست معاه. انا كنت يا جماعه انا بتسرق عينك ولا بالبنات. ايوه والله بتسرق عينك من حكايات يا روميو. طب احنا عايزين ثلاث اجراس بعد اذنكم. لا احنا كده مش هينفع يا جماعه. الناس اللي اشتكت من موضوع الانتاج الموسم الجاي لو الحلقات دي وصلت 100,000 لايك هنصرف ونجيب ريفيو. طب ينفع انا اصفر لو هجاوب؟ طيب اصفر احاول اعمل اي حاجه. دوس بصراحه هي عايزه انتباه. وده كان فين بجد؟ اللي بالي بالك اللي بالي بالك. ايوه اه طب ما الليمبي والله يا ابني اقعد يا ابني مش وقتك انا خسران. اه اللي بالي بالك قاعد بتاع ده قال لك يا كابتن شخصيه وقال لك استاذ اساتذه. استنى بس ده هيقطع سلك المايك استاذ مايلو. ما هي عاصمه دوله؟ لا 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 قوانين جنب على الجنب. قسما بالله استخدم الكروت. اللي بيرفع ايده بيعيد كارت. عاصمه ما هي عاصمه دوله؟ لا لا ايدك في كده ماشي. سوري هو مش ناقص ده بعد اربع حلقات راح مننا. عاصمة دولة المكسيك. البس ان شاء الله. غوادلاكارا. مين؟ ماينس هولي. ماينس هولي كان شوف الحوار. ولي علي نيو مكسيكو. ده زي نيو كايرو القاهرة الجديدة. اي فسح. ايوه نيو مكسيكو يا جدعان. نقطة ماينس. ايه مش نيو مكسيكو؟ هو انا ينفع امتنع عن الرد عشان انا مش عارف. ثانية واحدة. كان اسمه ايه الفريق اللي هو هما الاثنين ماينس صح؟ طب تمام انا مرضي كده. اقفل بقى سؤال تاني. حلوه حلوه قوي قوي قوي. تونس حلوه قوي. انا والله ما شفت حاجه. انا ها يا باشا انا اصلا متماينس. لو بصيت له انا مش هعرف اكلمه لان اخويا الكبير اصلا مش سامع. ها عينك ما تجيش هناك. انا سمعت تونس اصلا. حد ما هي عاصمه المكسيك؟ انت متاكد بس؟ ايوه يا بيه. طب انا لو ما جاوبتش لك انا تمام. كار ما تمشيش معايا تونس. بس 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 ما واحد ايه يا كابتن. اتنين اللي هيحصل ساعتها عادل حد 10 ما عرفتوش السؤال اتلغى. لا بس هما تلاتة. هما كده خلوا ماينس. خلي السؤال يتلغي. خلي السؤال اربعة الغي انت لسه هتعيد. خمسة الغي الغي خلاص الغي ستة. تم الغاء السؤال. مكسيكو سيتي. ما هي نيو مكسيكو. نيو مكسيكو نيو مكسيكو. ايوه هما سموها كده. مين هما؟ مين هما؟ الحكومة في مكسيكو. مكسيكو ايه دي ده؟ ايوه بتاع العصابات الكارتيل. بس بس بيطلع كارتيل. ايوه ايوه انت متأثر. نرجع الى الكلمات المعكوسة مرة اخرى. رخمة انا بسحب كل الكلام اللي قلته. ايه اللي رخمة يا باشا؟ لا هي البنت دي. يلا تمام امشي يا وحش. ح ر س م حرس الجمهوري. استنى بس ايه قول لي الحروف تاني معلش يا ابني. انت ح ر س م مسرح صح. كنت هشت اخيرا سب الظلم. سب الظلم بتاع مساء. برافو يا زيزو. برافو برافو برافو. شافها يا اخير لكم انت الثلاثه والهرج قدام المرج قدام الجرس مش هينفع. اديني اسئله انا بعرف. طيب اسئله اللي جاي مكان كويس. مكان هوصفه منطقه وانت قول لي عباره قول حاجه بنورد منها ايدك جنبك بس يا ابني. انا بس بقى فاكهه او خضار بنورد منها. اه المستورد بنورد. بقول المكان بنجيبها منها. مخزن ماينس. ايه اللي لا سوق ماينس. ايه ده يكون ايه؟ طيب انت إيه اتعلمت من الحل اللي فات من المخرز. ها مش هجاوب. هنجيبها منين يعني؟ سوبر ماركت. عايز تدوس تاني. هات السوبر ماركت. ماينس هولي. ايه دي ها. طب الثانيه واحده بس عشان ما نتماينش اكتر من كده. ثانيه ثانيه وانا كل ده بنزل. انا ايوه انا كل ده كده اتعشت. لا لا ثانيه انت حلو قوي. انت بتكسب من غير ما تلعب. حلو قوي. مباريات لا تكسب ولا تلعب. اتفضل اسالني. اتفضل انا معاك. قول كده بالراحه تاني. مكان مكان واسع واسع بدون المزرعه.
دوست يعني اه دوست؟ لا لسه مش ايوه استنى انت بكمل السؤال تاني انا مش انا دوست وهجاوب انا المزرعه مش انا دوست وانا هجاوب انت دوست دلوقتي ولا لا دوست لا ما كانش اسال ما دوستش ايه السؤال انت ايه الاجابه قال ما دوستش يعني ينفع حد يجاوب من غير السؤال انت ايه الاجابه المزرعه صح ايه يا سلام بجد يعني ايه بنورد منها طيب ما هو التوريد ده مش استيراد مش بنزرعه لا بنورد متاكد او ساعات ممكن يجيبوه في يا جماعه انا جامد قوي مشكوك في الاسئله هو انا سكوري كام دلوقتي انت سالته وقال لك انا ما دوستش داس بترتيب صعب دوس والله وداس بالغلط لا مش غلط الله ماشي انا كنت اتاكد بس من السؤال تاني عشان مش دوست وخدت النقطه ايوه يا باشا لما اخذ سيدي الحكم ادخل كلمه يا ابني ايدك تحت يا ابني انا مستني دايب في اغنيه مشهوره اتفضل يا مروان داين دايب دايب اوكي واحد ايدك جنبك ايدك تحت وانت ما تعدليش ماشي اللي عارف يدوس لما الخمس ثواني تخلص واحد اتنين شش دايب تلاتة حاجة اسمها دايب أربعة وأنا دايب فيك بحبك مو أي كلام ماينس أي كلام دايب اه في العيون انت اعتبر حسني ما فيهاش كلام ما فيهاش كلام خلاص خلاص أنا سألت أغنية اعتبر حسني مين يا ابني أقسم بالله دي أغنية اسمها دايب في العيون دي وفيك مش بخبي عليك مش فاكر إيه كان اسمها إيه معلش بقى تأكد لنا بقى مصادر معروفة ولا معروفة معروفة الأغنية معروفة أهو برافو برافو كبير كبير رسالك للتحكيم ليه غنيها لو عملت لو خلى رؤوف خليفة يغني ضيف في عيون دوفيك مش بخبي عليك مش فاكر كم بعدين مش محتاجه مش محتاجه كده بقى كم زيرو زيرو 2 صفر في الصداره برضو يا كابتن مهما يحاولوا اعوني انا في الصداره معلش انا عيب اني بقى بدوس الافيه اللي جاي من فيلم ايه اللي هيرفع ايده قبل ما اخلص كلامي هماينصه ماشي اهو انا ممكن اتبس عادي جدا لا ماشي مش سمير وشهير وبهير صح نقطه برافو برافو بحيك على صوره البديهه بحيك على صوره البديهه ده حاجه دي اقل حاجه صح مفيش كنت واحد يا عم اسكت انت واحد يا عم عايزين الفات انجلش ما هي عاصمه دوله انقره دوله يان اليابان طوكيو ايه طوكيو صح يا جماعه طوكيو دي سهله دي والله ما كنت عارفها حتى دي انا مش عارفها دي حاجه جميله جبت هنا غلط الكلمات المعكوسه انا عايز الجيم يسخن معايا بقى يلا بسرعه انا سخن انا نار بقول لك ايه دي بتاعتي والله العظيم ايا كان هدوس والله ايه اللي معكوس هجيبها والله ماليش فيه انتوا قاعدين عمالين انتوا جامدين بال ت مربوط ر الف ي ط طياره جدع 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 انا حلفت على صفر قلت لك اقسم بشوف الكلمه ياباني مشكله بجمع والله العظيم لو بتدخل مخي ياباني جمعوا على بقى عشان خدت مني نوتنج هام ظلم اجيبها ازاي انا خدت نوتنج هام ظلم الاكله اللي جايه تعال لي بقى مش في الاكل بصراحه حاجه اه تبقى حدقه هي حدقه اوكي طبقا لمعلوماتي اوكي دوتها قبل كده اوكي اه دوتها وما عجبتنيش قطعا على الاطلاق اوكي هي احد مشتقات السمك وبتتعمل مدوره كده يعني ها حاجه ايه براحتك قول انت ها دوست ايه بقى لك كمل كمل كلامك عادي دوست ليه عشان هجاوب عايز اسمع اجابه اي ما اجابه اسمع اجابه اسمع اجابه على اللي انا قلته اوعى ايدك لا ايه ثانيه هو انا مش بجاوب اوعى ايدك بس دي مش سيدي الحكم واحد سيدي الحكم وانا هفهم شريمبس جمبري ثلاثه ماينص هولي سوشي اجابه محترمه ماشي قال لك ملفوف في حاجه في السمك ملفوفه هو الجمبري ده ايه مش بيلف كده اقسم بالله كنت اقول كابوريا مش الجمبري عامل كده الجمبري الجامبو وحصان البحر مش عامل كده ده مين يا باشا حصان البحر ادخل كلمه انا مش مرحح لي يلا 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 يا باشا اهو انا ما اعرفش ان في سؤال جاي خفت ازاي ادخل كلمه مصمم في اغنيه مشهوره انا مصمم ايوه ماشي قبل ما تتكلم مين اللي بيغني الاغنيه دي السيد رفيع المستوى سيد حمدي دي لازم ابو شعر جنان آه لا بهاء سلطان احنا معبط ولا ايه جدع جدع بسم الله الرحمن الرحيم حقه يسال في الاغنيه مين ملحن مين مغني اي حاجه لا 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 اهدى بقى اهدى ما تسخنوش الفيل جاي اكمل اوكي يعني اكمل يا نهار اسود انا بحسب جاوب 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 معلش انا بعترض انا بعترض ايه استنى انا بعترض يا عم استنى انا لسه في الاغاني يا جماعه ثانيه ماينص لا 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 بس ممكن احنا كنا في الاغاني فهو قال اكمل فانا جه في دماغي اللي هو المغني اللي اسمه اكمل لا 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 انت كنت تحور والله ما بهزر لا 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 معلش معلش
يعني ماينس. يلا يا عم نبيل برافو والله والله. هو ده الحكم هو ده الحكم هو شخصيه. طب اهو ها بيهزر بقى. الافيه اللي جاي هنكمله هتوقف عند حته وتقول الكلمه اللي ناقصه. ماشي. العقد ده اخره فين يا العقد ده اخره فين؟ هو العقد ما بيلغي العقد. هو العقد العقد بس انا مش ايوه العقد العقد اعمل كده. انا اعتقد موضوع لازم تجرب. انا منك اجرب. انا فاكر حاجه زي كده بس مش فاكر. ايوه انا فاكرها برضه صح. أيوة. طب دوسه. طيب ما هو طب احنا ممكن على فكره طب نفتكر اهو يا كابتن العقد ده اخره فين يا هو كان بيتريق على فتحه فتحه القميص. أيوة. انا فاكر اللي انت بتقول عليه بس انا بحاول اركز عشان حاسس ان هو هيغششني. انا فاكر القميص. اقعد لي اتفضل يا باشا. طيب واحد. طب في اختيارات سيبك. لا اثنين. الغي احسن. ثلاثة. الغي الغي الغي. انا اربعة. الغي الغي رحلتي. ها خمسة. خش في افيه تاني. يا لينا. مين لينا دي بقى؟ انا فاكر الافيه. فيلم ايه؟ سيد معزة وابراهيم. فيلم ايه يا نبيل اللي سمعهم؟ الرهينة. ايوه صح. شكرا. ما شفتوش اصلا. اصلا طب ايناسك عشان ما شفتوش. حلو طب ايناسك عشان ما شفتوش. لا ليه هو انت لا ما حدش جاوب. مالي يا عم. لا مفيش حاجه اسمها مالك. مش فيلم مصري ازاي مش شفتوش؟ مش وطني صح. حلوه اللعبه دي. ما هي عاصمه دوله اوكرانيا؟ استاذ بازوكا اتفضل. كييف. برافو عليك عشان خدنا فيه فاينل تشامبيونز ليج. جدع. ايناس انت مش برشلوني صح. لو انا مكانك يعني حرام. الظلم واحد. ايه اللي خلاه حرام؟ الظلم واحد. ايه اللي خلاه حرام؟ الظلم واحد بلدنا وطلع مكسور وكسروا له كتفه. مش عارفين يعدوا رقم اثنين. كلمة المعكوسة. يا دي العبية. لعبة؟ جيم الف ت نون واو ميم. مروان. ما حدش داس. انا دوست. مروان. والله ايدك. والله ايدك. انا دوست. بيقول لك هو عايز. انا اللي دوست. انا اول مره اشوف حكم بيقول لي انت اللي دوست. مروان. يا باشا هو عايز ياخد النقطه. انت رافع ايدك. شفت بريكنج باد؟ مش قصتك. شفت بريكنج باد؟ او انا مروان. بس قول انت تسكت. انا هعتمد. ممكن انت تسكت يا باشا. انا ما دوستش. اتفضل جاوب. انا بقول لك انا ما دوستش. اتفضل جاوب. انا بعمل كده. هو ده اسئله بادي. رفعت ايدك ليه طالما مش عارف؟ جاوب. قولها لي واديك نقطه. طيب ده تديني نقطه. ايه ده كابتن عبس؟ انا هبدل لك واحده. كابتن عبس. واحد اثنين. طب قولها تاني. طب اديني الحروف. قول له الحروف. قول له الحروف. طب اوعى اديك. اوعى الحروف. لا ما ينفعش. انا عرفتها. ثواني. لا لا انت يا طب النقطه. هبوظها انا يا ابني. استنى. طيب هيقول الحروف. اصبحها مره. هيقول الحروف. اصبحها مره. ولو كده خمس نقط. حقي. حق. ما ينفعش عشان سمعتها. طيب انا عرفتها والله. كنت بقول له والله. انا دوست. جيم الف ت نون واو ميم. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. واحد جيم الف ت ن نور ميم. الا الحروف دي. مونتاج جدع. مونتاج يا جماعه. اللعبه ماينس لمروان نقطه لذيذ. الله يخليك. ايه ده؟ يعني الكيم اللي فات زيزو؟ ما انا دوست. ماينس ايه؟ انا اللي جاوبت. انت ايدك؟ يا عم زيزو. انا اللي جاوبت. عارف ايوه انا اديتك نقطة يا عمي. ايوه بقول لك ماينس نقطة لزيزو. انا اتخبيت قلت في ايه؟ اجاوب صح. يا جماعة اللعبة دي لازم تتلغي بتاعت المعكوسة دي. وحش قوي والله. والعواصي. وانت يا ابني انت معاق بتفهم بالعكس ولا ايه؟ ايوه بتجيب الحاجات دي منين؟ انت جبت كل الكلمات المعكوسة. ايه ده؟ المكان اللي جاي هوصفه. انا تعبت. انا اللي تعبت. انت اللي هتوصفه. انا اللي هوصفه. يلا المكان ده. احنا نقول المكان ده لو انت مسافر بتروح تقعد فيه. اوتيل. ماينس. ايه اللي بقعد في اوتيل؟ انا بقعد في اوتيل. الريست. ايه يا عم انت شقيان؟ ماينس هول. الاثنين داسوا مع بعض. ده ماينس وده ماينس. الاوتيل. لا في حاجه ثانيه. ايه المكان؟ الموتيل. ايه الموتيل؟ ايه الموتيل ده؟ ماينص 10. الموتيل ده بيبقى على الطريق بتقضي. لا اللي هو زي اوتيل اسمه موتيل. انا مش ماينص. انا ما اعرفوش اصلا. ايه اللي مش ما اعرفوش. ثانيه. لا في حاجه اسمها بزافو. برافو والله. برافو. مكان بنقعد فيه. ايه طب اقول لك ايه الظلم ده يا جدعان؟ ممكن تقعد فيه وانت مسافر بس مش شرط يبقى طياره. مكان انت منتحر ده كده ماينص. لو اعتقد الشاطئ ماينس. لا انت عبيط قوي. قال لك موتيل وبحر والكازينو. هو موتيل والله. قال لك مكان بتاع ستريب كلاب. هي حاجه شبه الفندق. حاجه شبه الفندق. هو في اكتر من الريست. شقه فندقيه. ايه بقى شقه مفروشه. هنقعد في استنى كم ماينس ازاي؟ طيب اديله بقى. ايوه جاوب. عرفت قصده على ايه؟ القلب. طب انا ادخل جوه مخك. هوستل. جدع. لو النبي ثانيه واحده. طب ما الكامب هو الهوستل. بالله عليك يا سيدي الحكم. لا الكامب ده اللي هيبقى الهوستل. حاجه
الهوست اللي بيبقى جوه تاني شارع يا سلام. ايه اللي بيتقال ده؟ انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه انت؟ والله يا جماعه والله العظيم الهوست اللي بقول لك مره كان في مره كان في سؤال قلت له شيف قال لي لا. طب انا ممكن اخد ده طباخ. انا مرشد سياحي اصلا فانا اعرف ان الكامب والهوستل هم واحد والموتيل ده حاجه على الطريق بيتقعد فيه فكل ده بينفع. هو كمرشد اضاف لي موضوع الموتيل ده انا ما اعرفوش. طب يلا طيب. يا رب نعوض. اتمنى نطلع لقدام ماشي. عايز اوصل للخمسه. يا جماعه بص اوقفوا 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 سيبكم من سيبكم منهم احنا لازم نتحد بالظبط. ايوه صح. تعالوا نلعبها مع بعض. سيب ايدك اللي عارف اهو يا عم. انا عضيت ايدي ما حدش يتمنى عشان كده اسال كده يا باشا اهو حط ايدي في جيبي. ايد واحده كلنا في ايدك يا ابن عمي. ايدك في ايدك. الاخبار عامل ايه؟ طيب الافيه اللي جاي يا ليه لطيف بكره الافيه. هتقولي من فيلم ايه؟ اوكي انت جاي تهزي ولا جاي تهرج؟ طب انا المفروض دوست العار. اسف اسمه ده ثواني. كيف 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 والله زي ما هو ايوه بالظبط عشان غلط مره قلت العار الاول ورجعت الصلاه. قال العار لا خلاص ما جاوب ده غلط. خلاص كيف يا جماعه ما هو فنان محمود عبد العزيز. قال كيف عاصمه دوله الاردن؟ اتفضل. اتفضل اللي في النص. اتفضل انا اسكى واحد. انا اتفضل اللي في النص. البس عاصمه دوله الاردن قبل المنامه ولا بعد المنامه؟ عاصمه دوله الاردن. واحد اثنين ثلاثة. اللي بيغششوا بره اقسم بالله ماينصوا. أربعة خمسة ماينصوا لي. عمان. برافو عليك. خد نقطة. خد نقطة. ايه يا عمان دي بلد عمان. سلطنة عمان شيء وعمان شيء تاني. طب اقول لك عاصمة عمان نفسها وتديني نقطة. سهلالة ده سهلالة لي لأسباب عائلية. بعد اذنك قوله ده هناك لو سمحت. قوله ده هناك معلش. لو سمحت قوله ده هناك بعد اذنك لو سمحت. هناك جبت عمان نفسها. معلش معلش هارد لك. انت مش قلت مش هتدوس لو انت عارف؟ دوس اللي هي حلوه جميله. يلا عشان اسامه هيطلع مش هتنزل تاني. انا اسف يا مرقون انا مضطر اسيبك هنا. كلمات المعكوسه. ايه زيزو اهو اهو ده المعكوس اهو. كلمات معكوسه مش هنلعبها دي اهو. بس كده هو تمام كده يا عم. كلمات معكوسه ايه؟ ده بيفهم بالمقلوب. ر الف دال. نزل ايدك يا عم. لا استنى بس نزل ايدك. ايدك تحت. لا يرفع ايده والله ماينص اهو. والله حلف بالله. ره الف دال الف ره. لا لا رضار. لا لا رفع رضار. رضار. لا 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 رفع رضار. شكرا والله. شكرا. لا لا والله رضار. رضار اهو 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 رفع ايده قبلها صح اهو بطاقه صفراء. حكم عادل. التاريخ هيذكر ان ده حكم محترم. بس حكم ايه كله يحترم مساعد الحكم رفع الرايه والله. لا لا ماينص لي اصلا من الاول. كم نقطه؟ لا لا ماينس واحد. زيزو ماينس واحد. ريح بقى. ايه ده يا عم انت اصلا مفيش حد بيعرفها غيرك. مستعجل على ايه؟ انا عارف على ايه. شفنا بتدوس. انا استنيتكوا وقال دوست قبل. لا دوست قبل. طيب انت دوست قبل يا ابني. مش فارق ايه. برافو والله العظيم. برافو برافو. لا 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 ايه ده ايه ده برافو. يعني انت جايب دي مش فارق. اقسم بالله اللي فاتك فير سعيد. ما تكلمناش بقى. زعلوا. ما تكلمناش. ايه اللي مش فير سعيد؟ برافو سعيد. برافو. انا فير يا استاذ مروان ولا فير؟ طبعا انا فير يا استاذ بازوكا. طبعا ها طبعا قوله قوله. انا اسف انا اسف يا سفير. انا اسف. حكم محترم. طب ممكن كلمات تانية يا ابني؟ انت اللعبه اللي انت مبسوط بيها دي يا ابني مش مبسوط بيها. اوصف اكله. خلاص اوصف اكله. ماشي. هي حاجه انا ما بحبهاش ولا اعتقد اي حد بيحبها. لا لا انا هكمل يعني. خلاص. هي شبه البطاطس تعمل مربعه كده ومش عارف بتتحط بقى. قلقاس. برافو عليك والله. مش حاجه شبه البطاطس غير القلقاس. جدع اصلا ما اعرفش ايه القلقاس ده والله ما اعرف. ادخل كلمه. انا هدخل الكلمه. يلا عشان انا هفرمكوا بقى. يلا. حلمي في اغنيه مشهوره. لا لا نزل ايدك. حلمي نزل وانت نزل ايدك. ها اتفضل. ادخل اغنيه حلمي في اغنيه مشهوره. اغنيه حلمي في اغنيه مشهوره. صح. برافو عليك. صح كده. كلمه حلمي يا حبيبي في اغنيه مشهوره. هي الخمسه بتبتدي امتى؟ لما انا عد. خلاص فهمت السؤال. يلا. واحد. حلمي بيعدي من قدام عينيا. وخبطته ولا عملت فيه ايه؟ استنى بقى. طيب ولا هستنى؟ ثلاثه. حلم السنين شايفه بعينيا. إيه والله العظيم اغنيه. إيه الفنان إيه كريم محسن. لا 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 كمل كمل. لو فيها حلم السنين فيها. شايفه بعينيا. ده بيكسب معاك. معيش اللحظه دي والله العظيم. اهو الناس الفنانين. اسال الملحنين يا بيه. اسال استاذ حلمي بكر. شغلها انت. قول اغنيه تاني. هي اصلا مش اغنيه يعني. انا لو استنى 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 بس استنى. ده مقطع. البساط البساط من بره مش عاجباني. قلت له اغنيه تاني كده. عيدها تاني. حلم السنين شايفه بعينيا معاك بعيش اللحظه دي. حلم السنين مش حلمي. ايوه ده حلمي. ايه ده؟ لا لا ماينس. لا لا انا من زمان كان نفسي اعيش معاه. كان حلمي افضل معاه. ده مين بقى؟ سامر حسني.
تقدر تعمل تعاد مع اشتراك عامل اشتراك في سبوتيفاي مع تامر يعني. لا تمام انا بس كده اصلا ماينص لي بازوكا. شكرا 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 كان واضح عشان تداري عليا وتدوس. شكرا شكرا يعني ايه حلمي حلمي ايه ده ايه اللي انت قلته ثانيه معلش بقى ثانيه اغنيه لتامر حسني بقول انا من زمان. اسم شخصيه الفنان احمد عيد في فيلم افريكانو. يا نهار اسود ده سؤال قنبله. كان اسمه ايه كان اسمه ايه؟ ايوه سعيد طنبير. لا لا نط نط يا افريكانو. بدر كان اسمه بدر صاحبه كان اسمه بدر رجب. واحد يا كذاب اسمه ايه الكذاب ده؟ تاتا كونتراو كونتراو اسمه ايه؟ أربعة لا ايه شايفه محدش يغش ماينس ايش طيب عصام والله والمصحف لسه خلاص قال ما تقعدش تحت وانت مش بتعد المروان انت مش بتعد المروان انا جه في مخي بدر يا جماعه وكروني انا ازاي طيب هو مش كان بيعد لك انت عاصمة دولة ايوه جيبوتي ممكن ثانية ماشي ايه سيب جيبوتي مش عارفها بس جيبوتي واحد ليبرفيل اتنين ماينس يلا مين ده دوا ده لا ليبرفيل ليبرفيل دي الجابوه استنى والله العظيم الواد صاحبي يا عثمان انت لو سمعنا يا عثمان اه عثمان من جيبوتي اه ايوه ما هو من جيبوتي بس انا تقريبا جيبوتي هي جيبوتي برضه هسألك سؤال اعتقد يعني بنما وتونس انا سؤالي واضح طب ثانيه واحده يعني هم بيجاوبوا هم بيجاوبوا يا باشا يدوسوا يدوسوا لا انا مش معتمد اجابه غير لما يدوسوا يعني بيتشاوروا معاك براحتهم انا شفتني رديت اديت اي تعبير وجه اللي عارف يدوس طب انا هاخد الريسك جيبوتي صح ايه ده لا 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 برافو 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 يا حكم برافو اهو اهو انا بحييك انا بحييك والله بس اكيد مش هيجيب جيبوتي غير ما جيبوتي انت بتتكلم عن السرقه بالظبط الكلمات المعكوسه يا ابو دم خفيف يا حلو ماشي خد يا زيد ايدك تتفضل عشان ما تجيش تقول انا مش هدوس لا انت كده كده ماشي ما مش هتكلم ب واو كاف سين ي لام ت ايه ده انا نسيت الهرسه تلسكوب صح اقسم بالله الواد ده اقسم بالله الواد ده عنده مشكله والله اكشفه على عقله ايه ده انت بتحلم فين مكان بيتواجد فيه الممثلين بيمثلوا فيه كرفان مالي مسهولي ايه اللي بيمثلوا فيه بيقول لك بيمثلوا فيه مكان بيتواجد فيه الممثلين بيمثلوا فيه ايه العبط ده طب ما هو كده طبيعي جدا مدينه الانتاج ماينس هولي ده عبيط خالص ده ده عبط مني ما هو بيقول بلاتو ماينس هولي تاني ايه ده بقول لك ايه يلا مش انا ما قلتش كده مسرح صح والله العظيم لو النبي هنهزر والله العظيم هنهزر مسرح ايه هو عارف الفكره في ايه ده انتوا طبخينها سوا بقى اكتر من معنى صح يا جنابري صار ايه هو جنبري. المكان بيحمل اكتر من معنى مظبوط يعني مش شرط يكون هو نفس المكان اه فاحنا لازم ندخل جوه دماغ ندخل جوه دماغ سياده الحكم عشان نروح ابيع في ريسك بقول لك ادخل كلمه انا بدخل كلمات حلوه قوي لا كده فهمت ماشي اهو وحشتيني في اغنيه وحشتيني لا ده برافو برافو انا معاك انا اتفق معاه برافو نقطه برافو انا كده كام اربعه ولا ايه واحنا ولا ده واحد انا قبل ما انا هسيب لك المايك يا عم بالظبط لا انا قلت لك كام قلت لو انا جالي بونص زياده هديها المره كنت بمهد يعني كنت بعمل ارضيه ما انا هخش على الخمسه كده هو نبي يشوف الصناعيه دول حكم بيعمل ارضيه وده بيسالوا على اليوميه وحاجه يلا كده انا ماشي انا بتسف يا معتز معتز أحمد ده زكي. لحظه واحده ايه احمد لحظه واحده ماليش دعوه هو جاوب انا اللي قايل له لحظه واحده محدش هو اللي قال لحظه واحده امنع الكلام انا بتسفى يا معتز الشريط معتز ده مين هو الفنان انا اللي دوست اتفضل اسمه ايه اسمه بحقيقة. احمد انت ساعه ما قلتليش اسمه ابوه ممكن ادوس انا اسمه احمد عشان انا ممكن ادوس انا ممكن ادوس انا ممكن ادوس انا احمد والله ما احمد طب هو جاوب غلط والله اسمه جوز الفنان مجدي كامل ادي ده ماينس لا استنى اهو نص نقطه اهو جبت نقطه اهو مها احمد ايه دي فنانه مها احمد زوجها ايه احمد اللي ظهرته في الموضوع استنى يا عم هو قصده احمد مجدي كامل قصده احمد مجدي كامل ده حماه انت يا جماعه لا والله انا شفته في الفيلم ده يا ابني اسمه مجدي كامل مجدي كامل مين يا عم لا مجدي كامل انا عارف مجدي كامل انت استخدش كده ده فيلم احمد حلمي انت عارف ايوه احمد حلمي هو ده ايوه احمد حلمي صح مجدي كامل مجدي كامل مش انت مره تسال عايز الفيلم ومره عايز الممثل بس سيب السؤال خليك واضح يا سياده احمد جت من ولا اسم الشخصيه احمد ولا الممثل اسمه احمد انت ماينس 2 فاتهمه مفيش شفقه على نفقه الدوله انت استنى عاملني حلو طب مروان كان بما ان هو خصم دلوقتي العاصمه دوله شكلي هكسب والله اقول جيب شكلي هكسب كولومبيا بوغوتا
صح يا ابن اللعيبه. شكرا شكرا. لا مرشد مرشد يا شكرا مرشد مرشد. بقيت واحد بقيت واحد يا لكي. الحكم وحش. ايوه يا جدعان الحاجات دي. شوف يا حبيبي شوف لما نكون بالمليمتر يا حبيبي. لا انا بتكلم على استقبال المرواني لانه مايلر الان نشوف ينظر ده ايه لحد داس على ديل زيزو ولا ايه. طيب تطمبر فيك حليش. بقول لك يا حكم اتفضل. بقول لك ايه يا حكم ده ماينس اللي بيقول لك يا حكم. اه لا 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 لا. هو بازوكا كم؟ سالب 2 بقى 0. يلا ايه ده؟ ايه مروان كم؟ بقول لك ايه الغي الغي زي ما هو. هو ايه ده؟ بقول لك ايه الغي بقى قط الحاجات اللي انا قلتها عن الاستقبال ولا ايه؟ ها؟ شيلها من الحد. ده ايه الكرم ده؟ حكم محترم والله. كان ماينس 2 خليته 0. انت معترض على حاجه؟ حكم محترم. انا مش جاي هنا تاني. ايوه انت لحظه واحده معترض على حاجه؟ لا ده انا بقول ايه الكرم ده؟ طيب خلاص الله يخليك. حكم محترم. الكلمات المعكوسه الحمد لله. ايه اللي لام ي د الف نون ميم. جاوب قول لندا قول اي حاجه تطلع. ممكن اهو 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 ميدان. ميدان ايه ده ايه ماينس ثواني ثواني ماينس ممكن تاني الكلمه. انا قلت الحروف. لا ما انت قلتها له المره اللي قبلها. هعيدها تاني وقت ما دماغي تحب. حكم محترم حكم رايق وعبد الله ده حكم رايق. بقول لك ايه يا باشا براحتك. وقت ما دماغي تحب براحتك. كمان خمس دقايق كده قول لنا انا تمام. لام ي د الف نون ميم مناديل. طب ما انت حلو. طب ما انت كانه بقى ما عملتش. عرفت ليه ما بتطلعش لقدام؟ عشان انت بتقول غلط وترجع في نفس النقطه تاني. ومشكله ممكن تديني بقى بعد اذنك نقطتين تحيه زي الراجل ده. لا تحيه ايه؟ ايه الشحاته دي؟ ما هو تحيه تحيه ايه؟ احنا قاعدين في فرح. بيحييني ده يا ابني حكم محترم. ليه طريقه تدخل بيه؟ بيحييني تحيه. في اتيتيود عشان تكسب البوينت. اتيتيود ايه؟ انت بتحاول تكسبه طيب ولا طبعا. طب انا كده بقيت اربعه. اوصف هوصف انا الاكله وانت قول ايه؟ بعد اذنك نزل ايدك بس. حاضر. هي حاجه خضار يعني بتعمل في الطواجن او ما تتعملش في طواجن مش عارف بس هي صغيره زغنططه و زغنططه. استنى بس معلش يا جدعان استنى بس عشان جت معانا اشوف اوصفها ازاي. أيوة. ممكن الوقت. بص بص رافع ايده فين. لا مخدره مخدره كده وليها حته ايه عقب كده من فوق يا ابني. باميه جدع. انا عاجبني انتوا تتخانقوا مع بعض وهو راح سارق النقطه. برافو عليك. بس كده عشان انا مش عايز اطلع كوز. لا ما خلاص كده خمسه مروان نقطه يا ابني. بص هي لو كره بس يعني مش هتكلم. ماشي. ادخل كلمة تاني في اغنية مشهورة. انا اللي مش عايري تاني ولا كنت لنا في ثواني ولا دي تتتري في التري. ايه بقى دي التري تي تي تري نرجع. ده هل دي موجودة بقى الاغنية؟ انت عايز الكوبليه. جبت لك الكوبليه وممكن اريد لك روبي كمان. بس مين اللي غنى الاغنيه بقى؟ روبي. طب هي مبدئيا مش روبي. ايه؟ هي مبدئيا مش روبي. باشا انت سائل كمل الاغنيه. ماشي مين بقى اللي بيغني الاغنيه؟ ايه؟ هيفاء. ايوه طبعا انا بقى اختبرك. ده حد ينسى هيفاء؟ انت بتتلخبط ما بين الفنانه هيفاء والفنانه روبي صح؟ ده عود ده عود تاني خالص. اه بتتلخبط والله يا ابو والله يا ابو اديله يا حكم بتتلخبط. لا والله لا والله قلت هيطلع على فكره. على فكره برضو احنا عايزين ده اقتراح طبعا على لجنه التحكيم المحترمه برئاسه كليتنبرج الجميل بتاعنا. طب طب انا اعتقد ان مروان سيري قاعد في مكان مميز للغايه. اوكي ليه؟ لان لو إيه لو جيت تقيس قطر المسافه بين ايدي اليمين والوضع التشريحي بتاعي ان انا اعمل كده واميل عليه اعتقد صعبه. لكن هو دي سهله. ف انا مجرد بقى خلاص يا اسود هربت مني ماشي الدنيا عادي عادي. ادي البازوكا نقطه انا عجبني حكم محترم الحمد لله. ايه ده؟ ان شاء الله ان شاء الله بخف دمنا النهارده. انا معتبر انك تفيد دلوقتي. انا مش مصدق مديله حاجه يمكن يديك. انا ما اعرفش اقل دي يعني. ده صاحبي من زمان يعني. ده صاحبي من زمان ده. وعلشان الصحوبيه اللي من زمان دي هتاخد نقطه. اديله يا ابني نقطه هو كمان. يلا هو انا لما تلاقيني ده صاحبي من زمان قوي. توزع ده صاحبي من زمان قوي. حكم ادي مره ثانيه افتكر. اسحب بقى النقطه. اسم اكرم حسني في فيلم بنك الحظ. جاوب انت الوحيد اللي هتبقى عارف. انا ما اتفرجتش يا عم. انا حاسس انك عارف والله. ده صعب قوي يعني. يا عم انت معاك خمس نقط. اعمل في فيلم بنك الحظ. حط انت معاك خمس نقط يا مروان. مش هيخسر حاجه. خمسه من اربعه مش تفرق والله. يعني ممكن اسهلها عليكم. ما انا مش عارف. لا ما تسهلهاش عشان هو ده الوحيد اللي هيبقى عارف. لا سهلها لازم نقفلهم كل واحد. نقف على مسافه واحده. ليه ما سهلهاش استاذ زيزو؟ سهلها ولا لا؟ الغي السؤال الغي السؤال خالص. عايزين نقف على مسافه واحده. انا واقف على مسافه واحده وخلاص. مسافه واحده ايه؟ طب ما تلغيه يعني. المفروض سهل. لا ما انت الوحيد اللي هتعرفه. انت الوحيد. ليه يا عم بنفسك؟ اسمه مكون من اربع حروف. هو كده سهل. ايه اللي بيتقال مهند؟ طب وقريب من اسمي. قريب من اسمك ومن اربع حروف. عمرو. صح. احنا هنهزر.
لا 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 انا اعذر شكرا شكرا يا صالح ده طيب بس سالتها قوي وهو الوحيد اللي استفاد ما دوستش ليه لا ما انا قصدي احنا بعيد يعني قال لك رهيبه من اسمه مش عارف اسمه انت حكم حكم محترم حكم محترم صح عاصمه دوله الكاميرون لويندي برافو ايه يا باشا لويندي لويندي يا ويندي يا ويندي يا ويندي انا دوستي انا دوستي يا ويندي يا ويندي يا ويندي يا ويندي انا انت اعمل ايه ده وسط يا ويندي قول يا ويندي انت بتعايرني يا ويندي انت بتعايرني لا انا اتسامح يا باشا انا قلدك بانتا اليه لا ثواني 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 انا قلت يا ويندي وهديله النقطه انا قلت يا ويندي يا ابني انا اللي قايل يا ويندي لا انا قلت اول واحد انا قلت يا ويندي انا اول واحد دايس قلت يا ويندي يا ابني انت قول عدايس كلمه بالله يا عم هو كده كده مروان ماينس دي مفيش يا باشا انا قلت البتاع بالظبط قلت يا ويندي خلاص قلت لا ويندي يو اي يو اي اهلا بقى عايرني بقى قدام الناس وابقى عنصري ايوه وابقى متنمر انا دوست وراه وقلت يا ويندي لو حصل حاجه لحظه واحده لحظه واحده لحظه قول لمار كده يا مار ماشي اهو يا مرضى بالاسباني خلي بالك ضابط مش عارف اقولها معلش بتعلم واحد قلدك مش هتعلم المره الجايه اتفضل هنا بقى يا ويندي الخلاف يا ويندي مين اللي داس بازوكا ولا زيزو اهو زيزو تذهب النقطه ايه لزيزو حبيبي يا بوسيه لا ده كده معلش مع احترامي بقى لو ويندي غرفه الفار محتاجه بيعطل غرفه محتاجه ايه سمعني كابتن حضرتك بره الغرفه بيعطل لا انا قاعد مع الغرفه دلوقتي انت لسه اول ايه ده لسه ما تكسب غرفه الفار وغرفه محترمه اللويندي في واحد اسمه طارق اللويندي ها ماشي ماشي يا اسطى هو انا الاخير صح الكلمات المعكوسه يا كريم يا رب يا الله ماشي مصر بس نشوف الكلمات المعكوسه ت ت مربوط ر واو سين تروسيك ألف ميم ترموستات سين ألف ميم صح سكالوني لا هو كده اتفضل عايز اسمع منك إجابة هو كده إجابة يأثر عليا اتفضل في عوامل خارجية ضغط الجمهور أنا ما سمعتش البتاعة من أولها معلش بقى ما اسمعها بعدين اتنين سين أنت قلت آخر ثلاث حروف إيه يوم الخميس سين ألف ميم ها سين ألف ميم سكالوبيني لا يا ابني هو قصده ممكن يكون قصده ماسكارا أربعة مسكرة. سريالي سريالي ماسكارا 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 قولها تاني قولها تاني عندك فرصة تجيبها ايه هو اللي هيجيبها في الآخر ته مربوط ره واو سين ألف ميم مهروسة هو دايس مبدئيا فأنا واحد أنت كده كده لبست يا زيزو قول أي حاجة قول أي حاجة يا زيزو قول مهروسة يمكن أنت كده ماسورة غشيتها ولا لا؟ لا والله أبدا والله ابدا غشاه غشيتها له حلو سلام هنا غرفه ده انا بقول والله ده هو قال لي منصوره انا بقول مصوره لا 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 كابتن كابتن ده دبل كده اصفر احمر الاصفر نو الاحمر يس معروفه ماينس 4 دي عايز الكارت بتاعك هات الكارت بتاعك ماينس 4 هات الكارت بتاعك ايوه كده انزل واحده بس واحده بس حرام واحده ماينس 4 بيكتب عليا وتقول لي واحده يبقى هو كمان ياخد واحده مع احترام طبعا لا والله طب ايه لا والله انا تعبت والله ده انا قلت لو هو قال لي منصوره انا بقول مصوره انا عايزك بقى تشوف المنصوره وتشوف المصوره طب والله عمر راجل منصوره جدع ابو زيد جدع غششهم المايه ما غششنا انا غلبان ماينس 3 بيزيزو مش المتاج انا المتاج ان واحد مغششني لا لا 3 بس وبقول قال له ده كذاب خشاش وكذاب الاثنين مكان قربت والله قربت يما بما ان الموسم الدراسي بدا ومحدش يدوس غير لما خلص عشان العقليات اللي انا شغال معاها مكان الطلبه بتروح تتعلم فيه كيجي مكان الطلبه بتروح تتعلم ممكن فيه ممكن تعدله بعد اذنك واحد مكان الطلبه بتروح تتعلم فيه طب بص ما هو في اتنين انت وزوجك المفروض اتنين واحد مكان الطلبه بتروح تتعلم فيه الفصل اتنين ماينس انا انا احب المدرسه فصل في المدرسه ها دوس تاني وانت فصل المدرسه ماينس الجامعه صح طب بص حضرتك حددت ناس كبيره ولا صغيره ناس في ناس هو بمزاج وانت طلع بالريسك زي كده ماشي اضربها يبقى سوء التقدير مني ادخل كلمه السنين في اغنيه مشهوره انت جاي من ورا دوست مبدئيا اتفضل ايه ده يعني اقول ايه ده سنين ومرت زي الثواني في حبك انت ماشي دي نقطه والله عشان بس شكرا حلو بس وان كنت اقدر احب تاني احبك انت الله يبارك الله يخليك انت انت والله العظيم انت اكمل الافيه فاكره حلوه جميل على فكره بيدوس والله لا زيزو طب انا عايز اعرف هو داس بنان على ايه اديله انا عايز اعرف هو داس بنان على ايه اكمل الافيه كذاب كذب الابل صح
لعبتي معلش مع احترامي للجميع. ده هاتش ده مثل معلش. هو في اصلا مثل اسمه كذاب كذب الابل يعني الابل بتكذب. انا بقى ده سؤالي الابل بتكذب. عاصمه دوله البرازيل؟ ريو دي جانيرو. ماينس ساو باولو. ماينس برازيليا. برازيليا 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 اهو اهو برازيليا. انا الوحيد انا اخر واحد داس وهو برازيليا. انت بالله عليك شايف المايك عامل ازاي الجرس عامل ازاي؟ انا اعتمد ايه؟ انا اعتمد اصرف يا اخي اصرف الجرس بقى اربط بقى سيدي الحكم برازيليا كان هنا ماينص برازيليا كده كده ماينص برازيليا برازيليا خلاص سيدها ما جت في فرتكه والجرس بايظ. عاصمه دولتها تتعاد تعاد ايه مش ماينص لا كده كده ماينص الاثنين خدوا ماينص في الاجابه اصلا الغلط خلاص. طيب عاصمه دوله مصر؟ القاهرة. انا اقول واحد داس القاهرة. شكرا مصر. شكرا عاصمة المانيا. كل ما تقرب من خطر تبعد عنه. يا جماعة البتاعة دي بعيدة قوي عني. هي ايه اللي بعيد يا باشا؟ انت بتمثل والله العظيم دي حجج وبتديله في الاخر بنقط. معرفش الكلمات المعكوسة. اي بالظبط. برافو عليك. شكرا. برافو عليك. انا ممكن اديك نقطة عشان تعرف ان احنا داخلين على ايه دلوقتي. والله العظيم انا لعيب كبير. انت بتهزر معايا وكده ولا ايه؟ لا انا بكلم. طيب كلمات المعكوسة. ت مربوطة ومش هعيد تاني. ت مربوطة ص ر واو ب لام الف. يا نهار اسود والله لو عرفتها اضربك. ايه اللي هو ايه هو ايه اللي قاله؟ ايوه ما مش هتعرف. ممكن تقول تاني؟ حاضر. ايه ده انت مش قلت مش تقول؟ مربوطه ص ر واو ب لام الف كاف نون شين. يا حلو يا جدع. لام الف صاد. مش لام الف لام والف. مش يعني اللام على بعض. ايوه اللام قبل الالف. ايوه بالظبط. ايه بقى؟ واحد السبوره ماينس البس اثنين. هو قال ايه تاني؟ لا محدش هيجاوب. خلاص ماشي. انا مش هتاجر بالماينس بتاعك. انا معايا ماينس ما اقدرش افرط فيه. ده كتير قوي الحروف دي. البوصله. يا لا انت صح. طب ليه؟ طيب ماينس البوصله صعلوكه. داس داس. ها سمعني. ها اعمل سلامانكه اتفضل مالكش دعوه. ها البصره ماينس. اقفل بقى انا كده جمعت شويه بوينتس. ما جربت يا مروان البوصله. البورصه. هي البورصه. ده بقى دليل على ان هو غش. والله ما غش. والله العظيم ده دليل. والله ما غش. لا بالعكس انا شفته. انا شفته عامل كده بيحاول. بورصه بولصه بورصه. يعني انا فرقت معايا في لويندي وبورصه. لا 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 هو صح. انا هو خصم. انا خصم كنت عكسه. انا هو خصم. خصم وبقول لك ان الراجل ده صح. احنا بنروح في ده الحلقه مش هتقدر. ماشي انا قلبي عندي الحاجات دي. بورصه بورصه. انا مالي انك حبيب. اتفضل. البوصله حاجه والبورصه حاجه. انا قلدك بقول لك ما تجيش معايا. ينزل 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 قالك الحلقه وابدا من الاول. لا 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 من ايه؟ طب عندي فكره. انت تحسب البونت بثلاثة. والله بس الكلمات المعكوسه عايزين نشطب عشان عايزين نروح في الاخر يعني. الاكله اللي جايه ومحدش يدوس غير وهو عارف. اي حد هيتكلم مع اللي جنبه الاسئله هتخلص. هو المكسب بكام؟ جيبوا بيكون مكسب من 10 اوصل له. ده انت ايه يا راجل؟ انا مش تاخده. انا تعبت. يلا ماشي يلا خلاص. الاكله اللي جايه اللي اخد بيك. يلا خضار. يا عم اصبر. والله ما ينص. والله شيء والله ما خضار لونه اخضر وبيتعمل كده. هو ملوخيه. طب انا فاهم. والله احنا الاثنين زي بعض. اتلغي. لا يا كابتن بقى. كلمني تاني. لا يا كابتن. لا انا عندي فكره حلوه. عندي فكره حلوه. عندي فكره حلوه. بس انا بحط ايدي راح. والله عندك اقتراح حلو. اسمعوا مني. احنا الثلاثه ناخد كل واحد فينا 3 بونت. يا عم اتنيل بقى. باشا انت كنت بتقول الحلقه اللي فاتت والفار. لا دي بتاعتي. انا بحلف ما بقى صح. طب عالي بالفار. والله طالما المستويات كده. والله كل واحد 3 بونت. انت حكمت ملوخيه وانت قلت ملوخيه في نفس الوقت. بس اقول لك على حاجه. نقطه ونقطه عشان نحل هذا الخلاف. طب وانا طب انا كنت هدوس ملوخيه. مش قصتي. كان في نيتي ادوس. خش معاهم في الصراع. ما هي والله في نيتي. ما هي احنا قلبنا ميغه. طب اللي عملوا بالنيات اللي الاشتراك هنا هيقف. يلا عشان عايزين نخلص بقى. عايزين الكلمات المعكوسه. سبعه ادخل كلمه. بنلعب الجيم ده من 12 ل 7 الصبح. ادخل كلمه ليه في اغنيه مشهوره مروان. يا مروان بقى ليه يا مروان؟ ليه داري كده هو داري كده ولا داري كده ولا ليه حيرني؟ ها الإفيه اللي جاي ينفع دوس دلوقتي وانا اضمن لك اللي في عندي. قسما بالله لو دوس لها ماينصك قبل ما بحكي ده الإفيه. والله كنت هكمل. من فيلم ايه؟ يا لهوي. هي مالها بردت كده ليه ولا انا اللي جعان؟
الناظر. لا انا شايفها بس فيلم الناظر والله لما كانوا ناسولي ما ناسول ناسول ده احنا بعيد قوي. فيلم الناظر لما كانوا قاعدين على السلم قال لك مالها بردت كده ليه وراح قالع الجاكيت قال له اه صح حد هيتضرب حد هيتضرب ايه اللي لا يا جماعه انا اتفرجت على حد هيتضرب كان حد هيتضرب فيها دي. طب قول كده اللي في تاني يا مالها بردت. طب ممكن تقلده اداء قلده اداء فقط دي سهله ماشي يا جماعه قلده قلده اداء لهم يا مهاب بعد لا 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 بس رمضان مبروك يا بالعالمين حمد صح الله. عاصمه دوله الصين بكين. برافو عليك نقطه. بكيني غلط طبعا. بيجين بالصين اهي بيجين بيجين بيجين. شوف 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 مايلو الكلمات المعكوسه يا دي الليله. شكرا. ت الف ف الف شين كاف. بتعمل ايه انت متحمس ليه؟ ت في حد داس مين هو؟ انت انا قول لي بقى الحروف كده. لا انا قلتها. لا خلاص. طب انا عارفها اصلا. ايه؟ كشاف. كشاف اخرها تيه اخرها تيه. انت هتروح في انزل تحت يا بازوكا. طب ايه رايك بقى ان هو اللي مغششها لي وبيغششني غلط وانا هشتكي لجنه التحكيم؟ طيب بص انت مش قايل لي كشاف وغلط. بص انا اقول لكم على حاجه. كشافات انا اقول لكم اهي كشافات. لا انت ماينس مبدئيا وانا تعبت فهقعد المكان اللي جاي. خف ايدك يا نبيل. لو بتسافر تعمل سياحه فالبلد دي بتبقى مشهوره ببعض معلم السياحية. بتروح فين بقى؟ متحف. دي له نقطة يا ابني. طب انا مش انا ما بحب. شكرا. انا ما بروحش متحف. انا بروح انا مرشد سياحي. شكرا. انا بروح البحر معلش. باي باي اعترف خلاص. بتعمل ايه في البحر؟ بقى لو عملت ادخل كلمة منهم في اغنية مشهورة. اتفضل يا عم بقى سيبه دبس. واحد في ايه؟ اثنين منهم منهم اه ثلاثة. وانت طلعت منهم؟ لا لا ده عبيط ده يعني اللي طلعت من انا بقى منهم يا ناري يا ناري. ايوه ما هي دي. خد بطاري ابكي هي دي. ما انا بقول لك هو انت طلعت منهم. لو شعري شاب على فكره عدى خمس ثواني انت جاوبت خلاص. هو انت طلعت منهم؟ لا ما عدا ريح بقى. لا ما طلعتش منهم. منهم ايه ومش منهم ايه؟ ده اغنيه دي اغنيه استنكاري. اسم شخصيه الفنان شريف منير لحظه واحده لما اخلص هقول لكم. شريف منير اه في فيلم ولاد العم وكان ليه اسمين. انا هجاوب واحد. هو انا ايه سكت. انا عايز الاسم المصري ده قاله الاول. اتفضل بقى. شريف بركات. لا هو كده هو كده بيأثر عليا. لا مالكش دعوه بيه. انا ما اسميش ايه. انا اسمي ايه من اسرائيل. انا مش انا مش انا نسيت. انا ما اسميش محسن هنداوي مثلا ماينس. طب مين انا؟ لا انا ما جاوبتش. انت هو اللي ماينس. لا مش انا. انا كنت لسه هجاوب. انت مش دوست. عدوا خمس ثواني. انا اصلا مش بس انا اسمي الحقيقي دانيال. ايوه اسمه المصري. وانا بقول لك الاسم المصري فانت بتقول دانيال ماينس. ما تكتبها بالعربي دانيال. دال الف نون ياء لام. انا ما اسميش. لا انا ما اسميش عمر. انا هريح والله العظيم افتكرت اسمه بس نسيته تاني. لو عايز تدوس دوس. عزت صح. عزت غشه يا باشا. انا فاكره والله. بقول انا عمال اقول انا فاكره. انا فاكره يا باشا. ثانيه واحده ثانيه واحده ثانيه واحده. بص لنا هنا بص لنا هنا. حصل فار محترم. طب هسمعه ازاي؟ ماينس يا كلب. والله العظيم عرفت افتكرته من ايه؟ اقول لك الاماره يا عم. لما كانت بتكلم مامتها في التليفون وخلاها يكلمها بالعافيه قالت لها عزت. عاصمه دوله الدنمارك. كوبنهاجن. بلد كوبنهاجن. كوبنهاجن. انا اللي دايس اخد النقطه. اقسم بالله دي بلد. لازم نتعلم يا جماعه ازاي نسرق. هيا لا زيزو سلم عليا لعيب محترم. انا لو خسرت الدور ده اقسم بالله حرام. دي بلدي. ده البلد انا مش هتقفل. الصوت يا اساتذه الكلمات المعكوسه. خد يا عم زيزو مبروك عليك. شين. انا هجيب كوبنهاجن. الكلمات المعكوسه. شين دال لم الف جيم نون ب. شلامبرجير. بشاندي بتاع الاكل. هو بشاندي فعلا جيل فوقي. بشاندي والله. شين دال لم ايه ده ايه ده ايه؟ بنجلاديش. بنجلاديش هي عواصم داخله في الكلمات المعكوسه. بنجلاديش دي عاصمه مش دوله. دي اكله. اكله. دي اكله على فكره. برافو. انت بتدوس جامد ليه زيزو؟ هات لي دوس. عشان اتعصبت من يا ابني انت اللعبه دي. انا نفسي افهم بلدي حاجة. وياخد النقطه واحد غيري. انا نفسي اقول لك ان اللعبه المعكوسه دي والله ما حد فينا بيقول انا بقى اهو. انا بقى اهو. انا بقى اهو عشان توزع نقط. يلا اتفضل. حاجه بنحب ناكلها يا محمره يا مسلوقه. حاجه بنحب ناكلها. خلاص ضربت الوضع. فين الطيب؟ يا مسلوقه
البطاطس صح. ياه مش فراخ مش محشي. طب والله مش أي حاجه من الحاجات دي على حسب مزاج الحكم. يعني الحكم لو انا عايز اكل بطاطس هحط لك بطاطس. تحامل على الحكم معلش. لا لا انا شايفه وجهه نظري نفسه البطاطس. ادخل كلمه بتناديني في اغنيه مشهوره. بتناديني تاني ليه دي نقطه يا ابني. انت عايز مني ايه؟ هو كام كده يا باشا؟ مش خلاص. اسم شخصيه محمد هنيدي في فيلم اسماعيليه رايح جاي. اتفضل يا جميل اتفضل. اسم محمد هنيدي في اسماعيليه رايح جاي. منعم صح. ما انا قلت منعم. طيب ما دوسش ليه تاني يا عم؟ انا كرهت بقى الجرس بقى كسره والله. حلوه النقطه دي. طيب عاصمه دوله اثيوبيا. ادي سبابة جدع يا ابن الذين. لا الواد ده لا مرشد مرشد مرشد, يعني مرشد فعلا واخد شهاده يعني. طيب الكلمات المعكوسه ت مربوطه. بلاهي يا جدعان اللعبه دي بايظه خالص. ر واو جيم الف ب الف اباجوره جدع. ايه ده؟ شكرا شكرا والله العظيم بيقرا بالمشايل. ايوه الواد ده جدع ده زيزي والله. عيان ده عيان عيان والله. بيعرفها ازاي؟ صعبه قوي. مكان ايوه في محلات كتير. مول صح. برافو برافو برافو. نهزر. الله يبارك. سرعه بديهه دي. برافو. ادخل كلمه انا هجاوبها. طب بص ماشي هعرف. بحبك في اغنيه مشهوره. طب ما هي ايه ده يا باشا ده؟ بحبك. ايه ده يا باشا ده؟ واحد بحبك وانا بحبك. يا باشا هو ينفع كده؟ والله العظيم ايه ده؟ عندي علل فكره حلوه. تعال نقدم في كمال اجسام. فيلم ايه؟ لا ثانيه. انت قلت صعيدي في الجامعه الامريكيه ماينس. اتفضل. اسماعيليه رايح جاي صح. ايوه هو الثاني. هو مش ده بره التصوير؟ لا ممكن ازمر. ممكن ازمر واعترض. عاصمه دوله غانا. اتفضل. لا 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 يا حلو. ما تقولش بقى. ممكن تعدله؟ ممكن تعدله؟ واحد. يا ابني استنى اتعورت يا جماعه. الانتاج يا حكم ايه دي جايبه ده؟ ثلاثة أربعة غانا بلاك ستارز. خمسة ماينس كوماسي ماينس. ايه ده؟ أنقرة. أنقرة؟ أنقرة إيه؟ ماينس أكرا. صح. أنقرة أكرا 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 هي عاصمة لدولة. صح صح. المقدمة بتاعت الشوالي في ماتش الكاميرون افتكرتها. يه ر ألف جيم نون سين. جرايز. سنغافوريا. سنجاري صح. سنجاري سنجاري مشوي. سنجاري ومشوي يعني سنجاري مشوي بوري. مشوي اللي بيدور في مخك وانت بتجيب لك سنجاري. حلوه حلوه برافو. انا بطالب سنجاري. ازاي مخه بيطالب بالكشف على نارسيسو؟ عايز اجيب سنجاري. انت لو قلتها لي عادي مش هجيبها. اكله لبناني تشبه ايدك جنبك. الفطائر. مناقيش. مدس مدس والله مدس. لا لا دوس دوس بس هو ناس اصلا ناس غلط ومش قاصد فاصح عمل والله دوس والله يا ابني انت صاحبي قبله يا ابني انا عارفك ملهاش. اسم شخصية الفنانة شيرين في مسرحية المتزوجون. انا ما اتفرجش على مسرحيات اصلا. يا نهار ابيض. بس مسعود مسعود. ايوه بس مش فاكر بقى كان لينا. مبروك يا مروان. انتهى هذه الجولة بانتصار استاذ مروان في المركز الأول فقط. استاذ زيزو في المركز الثاني. استاذ بازوكا يعني حتى بعد ما برافو برافو انا راضي. انا راضي. برافو 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 برافو. حكم مرتشي. برافو. اديله بقى طالما خسرت. حكم مرتشي استنيني مرة. والعربية بتاعتها هاوي كاوتش. كلم بأدب يا ولد. يا رب تكون انبسطت معانا النهارده. حلقة طويلة أي نعم من ذكائنا المفرط طولنا فيها ولكن استمتعت جدا بأصدقائي وحبايبي بازوكا وزيزو نوروني. أتمنى الكل يخبط لك لايك وسبسكرايب وشير. أتمنى أنا أعمل له بلوك. ايه ده؟ ايه ده؟ زومي لمروان سري. شفت من ده عامل ازاي؟ ده اللعيب ما عندوش طموح. عامل ايه؟ طيب هو في مبسوط ان هو في مركز. تعالى الموسم الجاي يمكن. حلوه حلوه. حسن من نفسك.
لا لا بس انا بحييك يا مروان والله بجد ان ده اول مره تكسب هنا في البرنامج ان اول مره تكسب في البرنامج بتاعك فانا بحييك والله يعني ده انا غلبان قوي المفروض تفرح لي المفروض والله انا فرحان والله ده الناس فرحانه قوي يا جماعه قولوا لي انتوا فرحانين كسبت ده سقف 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 يا جماعه تاني معلش معلش مش عارف نشوفكم في الاسبوع الجاي الحلقه الجايه الخميس الجاي الساعه 9 وسلام عليكم.